أيها المشاهدون الأفاضل، تحية طيبة، وبعد نلتقي وإياكم في موضوع ذي أهمية بالغة في مدرستنا المغربية، إنه موضوع المهارات الحياتية. إننا نعيش اليوم في عالم متغير بسرعة لعدة أسباب، أهمها مشكلات الانفجار الديموغرافي ومشكلات التغير المناخي والتلوث البيئي والتصارع التقني والانفجار المعرفي والعلاقات البشرية المعقدة. هذه التغيرات رافقتها حاجة ماسة لتغيير نظم التربية التقليدية والبحث عن نظم جديدة تواكب العصر. وقد اختارت دول عديدة تبني التعليم المستند إلى المهارات الحياتية، بما ينمي الإمكانات البشرية للمتعلمين ويزودهم بالمهارات الضرورية لمواجهة ما يتعرضون له من مواقف وتحديات من مرحلة الطفولة إلى البلوغ، ومن المدرسة إلى العمل، ومن التنمية غير الفعالة إلى المشاركة المواطنة والمسؤولة. ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع من التعليم يعد عنصرا مهما في جعل المتعلمين أكثر ثقة بأنفسهم، ويزيد من إقبالهم على العيش في هذا العالم وتقبل متغيراته المفاجئة، كما يرمي إلى تطوير توجهات المتعلمين إلى تبني الأنماط السلوكية والمواقف الإيجابية نحو الذات والآخر والمحيط. وقد تعمقت الحاجة هذه وظهرت استعجاليتها خلال الفترة الأخيرة، حيث تواجه الإنسانية وباء كورونا الذي قلب كل الموازين الصحية منها والاقتصادية والاجتماعية لدول المعمور. وقد قدر لبلادنا أيضا أن تدخل في مواجهة مع هذا الوباء بتضامن غير مسبوق وبظروف استثنائية عمت مختلف مناحي الحياة، وبحظر صحي اضطررنا معه إلى البقاء في البيوت حماية لظهور من اختاروا منا الصفوف الأمامية في الصراع مع هذه الجائحة، وباستمرارية بيداغوجية تكفل التعلم عن بعد لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات. فكيف يتعامل أبناؤنا مع ظروف الحياة المتغيرة باستمرار؟ قد سمحت ظروف الحياة اليومية وأحداثها بأن نكتشف أن أبناءنا من الأطفال والمراهقين والشباب بحاجة إلى تعلم كفايات ومهارات جديدة إلى جانب ما يتعلمونه في المواد الدراسية. هم بحاجة إلى تعلم مهارات تسهم في تطوير شخصياتهم وجعلهم قادرين على مجابهة الحياة وصعابها. هم كذلك في حاجة إلى تعلم مهارات تيسر فهم النظريات العلمية في ارتباط بالتحولات المتسارعة لشرطنا الإنساني، بحاجة كذلك إلى تعلم سبل تدبير العلاقات بين الفرد والمجتمع، بين الإنسان عموما ومحيطه الحيوي من جهة ثانية، بما يبعث على الاستعداد للكوارث والأزمات وتوقع غير المتوقع. إن أبناءنا بحاجة كذلك إلى تعلم التفكير والتأمل والتساؤل في علاقاتهم بالأشياء وبالآخر وبالطبيعة، بما يسمح لهم بفهم حقيقة مشاعرهم وأحاسيسهم وميولاتهم ومواقفهم وضبطها والتحكم فيها دون نزوع إلى التعصب أو الاختزال أو التشييع. لماذا؟ لأن أساس العملية التعليمية اليوم يتجاوز الاهتمام بالعمليات المعرفية الأولية من قراءة وكتابة وحساب، إلى الاهتمام بالمشاركة المتعلمين في بناء التعلمات في ارتباط بالقيم والمواقف والميول والسلوكات التي تصدر عنهم إزاء وضعيات مدرسية أو وضعيات في الحياة اليومية، أي الاهتمام بالكفايات العرضانية أو المهارات الحياتية. فهل فكرت المدرسة المغربية ووزارة التربية في الاستجابة لحاجات أطفالنا في التعامل مع الحياة وأزماتها؟ إيمانا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأهمية المهارات الحياتية في بناء شخصية المتعلم، عملت منذ سنتين ونصف السنة على تطوير برنامج لإدماج هذه المهارات في المناهج الدراسية بسلك التعليم الثانوي الإعدادي بدعم من منظمة اليونيسف، وفق مرحلة تجريبية أولى بأربع أكاديميات، هي أكاديمية جهة سوسماسة، وأكاديمية جهة تطوان الحسيمة، وأكاديمية مراكش آسفي، وأكاديمية الشرق وجدة. وذلك من خلال فريق وطني من المفتشين وخبراء دوليين تشرف عليهم مديرية المناهج، وفرق تربوية للمواد التعليمية بالأكاديميات المعنية أوكلت إليهم مهمة التفكير
التفكير في سبل إدماج هذه المهارات في مختلف مسارات الفعل البيداغوجي بما في ذلك مسار البرامج الدراسية ومسار الحياة المدرسية. فما المقصود بالمهارات الحياتية والتربية على المواطنة إذن؟ يقصد بهذه المهارات مجموعة من المهارات النفسية والاجتماعية التي تساعد الفرد على اتخاذ القرار والتواصل بفعالية وإدارة الذات بما يساعد على مواجهة متطلبات الحياة بنجاح وإلى اندماج أفضل في الحياة المهنية ليكون فردا أو عنصرا فعالا بشكل إيجابي ومسهما في بناء مجتمعه، وذلك وفق منظور منسجم ومتسق يتكامل فيه ما يتعلمه الفرد في المدرسة أو الجامعة أو المركز المهني مع ما يمارسه في الحياة اليومية، حيث تتوافق المهارات الحياتية مع المواقف والسلوكات والكفايات التي يحتاجها الفرد بشكل يومي فردا له احتياجات خاصة ومواطنا معنيا بالعيش المشترك وبالحفاظ على مستقبل آمن وبالقدرة على التكيف مع تقلبات الحياة وتدبير أزماتها. لذلك ينتظم تطوير المهارات الحياتية ضمن أربعة أبعاد متكاملة ومترابطة هي أبعاد الشخصية الإنسانية. فما هي الأبعاد الأربعة لتعلم المهارات الحياتية؟ لقد عمل الإطار المرجعي للمهارات الحياتية على تصنيف هذه المهارات في 12 مهارة تتوزع على الأبعاد الأربعة للتعلم من منظور العلوم المعرفية والبيداغوجيات المعاصرة، ويوضح ذلك التخطيط الآتي. إذ ترتكز المهارات الحياتية على أربعة أبعاد كما قلنا، حيث يوجه البعد المعرفي الأول إلى التعلم من أجل المعرفة، ويرتبط بتطوير قدرة المتعلم على فهم أفضل للعالم، وذلك عبر تعلم مهارات القراءة والكتابة والحساب وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قنوات أساسية لاكتساب المعرفة وأدوات إنتاجها إلى جانب مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع. أما البعد الثاني فهو البعد الفعال أو البعد العملي، ويرتبط بدعم المتعلم على تطبيق مكتسباته وتعلماته على أرض الواقع، إضافة إلى تكييف هذا التعلم مع حاجاته اليومية ومتطلباتها من خلال مهارات التفاوض والتعاون وإدارة الذات. أما البعد الثاني فهو البعد الذاتي أو الفردي أو التعلم من أجل الكينونة، ويتعلق بتحقيق الذات والنمو الشخصي والتمكين الذاتي من خلال مهارات معرفية ذاتية ومهارات التعامل مع الآخر من قبيل مهارات الصمود والتواصل وصنع القرار. أما البعد الرابع فهو البعد الاجتماعي أو التعلم للعيش المشترك، فهو تعليم قيمي يعزز رؤية المتعلم للمواطنة والعيش المشترك من خلال قيم المشاركة والتعاطف واحترام التنوع، ويشكل هذا البعد الأساس القيمي للأبعاد الثلاثة السابقة. كيف تتكامل المهارات الحياتية فيما بينها؟ إن التعلم في ضوء المهارات الحياتية لا يقتصر على البعد المعرفي الإدراكي فحسب، بل يتعداه إلى البعد العملي الإجرائي من خلال وضع التعلم النظري موضع التنفيذ في السياقات اليومية واستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، وكذلك تطور العلوم المعرفية باستمرار. ثم إلى البعد الفردي الذاتي الموجه لتحقيق الذات والنمو الشخصي والتمكين الفردي، إضافة إلى البعد الاجتماعي القيمي المرتبط بتعزيز التعلم من أجل المواطنة وقيم العدالة والديمقراطية بما يحقق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. لذلك لا ينبغي اعتبار أبعاد التعلم الأربعة معزولة عن بعضها البعض، وإنما هي متكاملة متفاعلة بشكل دينامي بما ينسجم مع شخصية الإنسان الحديث ويعزز حاجته إلى التعلم مدى الحياة. لذلك كانت نقطة التحول الأساسي من منظور المهارات الحياتية هي التحول نحو الجودة في التعليم والتعلم، أي توجيه التعليم والتعلم إلى مختلف أبعاد شخصية الفرد بدل اختزالها في البعد المعرفي فحسب، وهو ما يتقاطع أيضا مع بيداغوجيا الكفايات في حرصها على تأسيس حالات ثابتة عند المتعلم وجعل إنجازاته ممكنة وملحوظة في شكل قدرات ومهارات تسمو على المعرفة وتستقل عنها، وتتبلور هذه المهارات أو القدرات في إطار المواد الدراسية أو في تفاعلها فيما بينها أو في مجالات أخرى موازية لها. لذلك فالمهارات الحياتية
تشكل محتويات تعليمية يمكن أن يكتسبها المتعلم بمقدار ما يكتسبه من المعارف التي قد تكون مجزأة أو مفصولة عن مصادرها أو معزولة عن الفائدة المرجوة منها أو فاقدة للمعنى إجمالا. كما أن تطوير هذه المهارات الحياتية ليس قصرا على مرحلة تعليمية بعينها، وإنما تتطور هذه المهارات مدى الحياة في مختلف الأسلاك والمراحل والمستويات المدرسية منها والجامعية وكذا المهنية. ما العمل ليتمكن أطفالنا من المهارات الحياتية اليوم؟ ليتمكن أطفالنا من المهارات الحياتية يتطلب منا ذلك خلق وعي جمعي لدى الأطر التربوية والإدارية، وذلك من خلال تصور هذه المهارات غير منفصلة عن المعارف التخصصية والمواد الدراسية، بل هي جزء منها وتتطور في ضوئها بشكل نسقي من خلال مقاربة بيداغوجية تستهدف أولا تغيير أساليب التدريس وطرقه ومنهجياته، كما تستهدف أيضا تغيير نظرتنا للتربية والتكوين والانتقال من منظور التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية المهارات. فمثلا فنحن لا نتعاون بشكل مطلق، ولكننا نتعاون بخصوص عمل نقوم به بقياس معناه بالمعارف التي يحتوي عليها، كما أننا لا نحل المشكلات دون المعارف الضرورية واللازمة لحلها. أيها المشاهدون الأفاضل، لتقريبكم أكثر من برنامج المهارات الحياتية والتربية على المواطنة، يسرنا أن نقدم لكم بعد هذا اللقاء التقديمي سلسلة لقاءات أولى من 12 حلقة باللغتين العربية والفرنسية موجهة للأطر التربوية والإدارية بغاية التواصل معها وإطلاعها على البرنامج ومكوناته وكذا خلفياته المعرفية والبيداغوجية والديدكتيكية في بناء التعلمات والأنشطة. وستليها سلسلة ثانية من 12 حلقة أخرى موجهة للمتعلمين والمتعلمات تعتمد على تقديم أنشطة تطبيقية للمهارات الحياتية في المضامين والمواد الدراسية بهدف تعرف المتعلمين على البرنامج وعلى كل مهارة من مهاراته وفق الإطار المرجعي وفي علاقتها بالمواد الدراسية والحياة المدرسية وسبل تنميتها. إلى هنا خطوتنا الأولى قد انتهت لتبدأ رحلة الألف ميل مع المهارات الحياتية، فكونوا في الموعد وإلى اللقاء.